هل رأيت جارية ثقيف؟ ثقيف؟ وما شأنك بها؟ لا شيء، ظننت أنك رأيتها. محمد يا مهدي، لا حول ولا قوة إلا بالله، قاتل الله الغيرة. وأين ريطة ابنتنا يا ولي العهد؟ مرضت لما علمت بمرض مولاي. رقيقة الحاشية، ابنة أخي العباس. نحن جميعا لا حياة لنا إلا بك يا أبتي. كيف حال القضاء معك يا جعفر؟ أصبح الناس في خشية من الله. بورك فيك يا ولدي. أين زوجك وولدك عيسى؟ إنهما بخير ما دمت فينا معافا، ولكن لم نشأ أن نثقل عليك بالزحام. وأنت يا أمير محمد، كيف حالك مع ابنتنا العباسة؟ أشكوه لك يا أمير المؤمنين. جئت لرؤيتي أم لشكوى زوجك؟ لا تنتهي مجالسه ليل نهار، فلا يخلو لأهله أبدا، ولا ينظر في شؤون بيته مطلقا. كيف ذلك يا أمير محمد؟ البصرة يا مولاي تموج بالفرق والخارجين، وضبط أمرها يزهق منا الوقت والجهد. اجعل لك وزراء تستخلصهم فينوبون عنك، ولكن دون جور. أفعل إن شاء الله يا أمير المؤمنين. وأنت يا أم صالح؟ لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين. ألا تجمعيننا على مائدة حافلة باللحم واللبن والحلوى فنأكل جميعا؟ كل شيء جاهز، لا يفوتني ذلك والله. أم صالح، ما رأيك في جارية تختارينها لتغني لنا لحنا جميلا ونحن نتناول الطعام؟ ألا تخشى أباك؟ لن يقول شيئا، اجعليها من وراء ستار. يا شقي، فمن تختار؟ الجارية الجديدة، جارية ثقيف. الخيزران؟ نعم الخيزران، هي والله خير من يطربنا. سيدي الأمير، أنت ماهرة حقا في عزفك يا خيزران. سيدي الأمير، ابقي في مكانك واستمري في العزف. لقد انتهيت توا، وإن شئت. لا، العائلة كلها تريد أن تتناول الطعام وهي تستمع إليك. وهل يرضى الأمير لي بهذا؟ ماذا في ذلك؟ أنا أريد هذا. ومن تكون لي حتى تملك أمري؟ لن يغمض لي جفن حتى تكوني لي. أميرتي، ابنة العم، ماذا اقترفت حتى تغاضبينني هكذا؟ تصيبني في مقتل بسكين بارد يا متيم الجواري، ثم تتساءل عما قدمته يداك. هكذا يا أمير تتجاهلني في وجودي وتنسى نفسك لتلحق بالجارية؟ لولا موعد للقاء أمير المؤمنين كنت قد تذكرته، ما تركتك. قل لي يا أبا أيوب، ماذا فعلت في ضيعة ولدنا الأمير صالح؟ رأيت له في الأهواز 2000 دونم عاطلة
تحتاج إلى 300,000 درهم لإصلاحها حتى تدر محصولا هائلا. وكم يكون هذا الحاصل؟ 20,000 أو تزيد. أحسنت إذا صدقت. يا ربيع، اصرف لأبي أيوب 300,000 درهم من مالنا، واكتب بها علي صكا يوقعه. في دائرة قطرها 10 أميال سأطارد الظباء داخل هذه الغابة. وماذا بشأن جارية ثقيف؟ الخيزران، أين هي؟ يبدو أنها تستطلع المكان. عليها أن تباشر إعداد الطعام وتجهيز أماكن الراحة. خادمتك المطيعة يا سيدي الأمير. كيف أعود هكذا؟ شئت خلعتها عنك وأبقى بغير ثياب، بل تلبس عباءتي. تبا لك، أنا أتدثر بثياب النساء. لن يطول بك الوقت كثيرا وأنت على هذا الحال. اخلع هذه الثياب المتسخة ولف جسمك بهذه العباءة. عباءتي. أيقظة أنت حتى هذه اللحظة يا خيزران؟ رأيت نور ديوانكم مضاء، فلم أشك في غير أمير المؤمنين قائما حتى هذه الساعة. كنت فعلا في حاجة لمضاعفة الإضاءة، فقد فتر النظر. ومع كل هذا الجهد لم يزد عشاؤك عن الجبن ورغيف جاف وجرعة من اللبن. كان ماء دجلة يكفي عن اللبن. هذا يعينك على الجهد الذي تبذله من أجل المسلمين وتوجيه علمائهم. لحم وثريد، ولكني لم أتعود مثل هذا الطعام في مثل هذه الساعة. لقد أوشك الفجر على البزوغ يا أمير المؤمنين، ولن تقوى على الإمامة بعد كل هذا الجهد. لله درك يا خيزران، سأجرب، ولكن لو حدث ما لا يحمد عقباه فعليك القصص. أنا فداء أمير المؤمنين. اجلسي اجلسي يا خيزران. هل عينتك على ولايتي في دار الخلافة؟
هذا أمر سأفوز به من أمير المؤمنين. أعرابية المولد والمحتد يا خيزران، فمن يكون أهلك في البادية؟ اختطفني الشري الأشرس صغيرة، فلم أعلم لي أهلا، وخدمته حتى باعني للنخاسة طمعا في المال. من أدبك؟ كنت أختلس الوقت وأختلف إلى الشيخ حاطب بن أبي أمامة فأتعلم منه. الناسك بأرض حزوة والحزون. أجل يا مولاي. آه يا خيزران، لقد جئتني متأخرة مع آخر العمر. هل يقول أمير المؤمنين شيئا؟ سأسمح لك أن تكوني في الحضرة، لكن من وراء ستر. أشكر فضلك يا أمير المؤمنين. هل هناك شيء آخر؟ أريد أن أقرأ ما صنفه العلماء على يد أمير المؤمنين. يا خيزران، لقد صنفنا كل شيء، لكنه لم يصنف في الحديث بعد، ولم يبقى في الناس أفقه منك ومن الإمام مالك فيه، وأنا أعلم أن الخلافة تشغلك، فلماذا لا تجعله في الإمام مالك يوطئه للناس فلا يختلفون من بعده؟ إلى ما هذا الصد يا أميرة؟ وهل يهمك أمري يا أمير؟ وهل هذا سؤال؟ علمت أنك خارج للصيد كالبارحة، فجئت لك بعباءتي ترتديها إذا ما غرقت في بركة ماء هذه المرة، وأنقذتك جارية ثقيف يا متيم الجواري. يا ليت. يا أمير، اعلم أني مغادرة إلى الري في الصباح الباكر، ومعي ولدي، ولن ننتظرك حتى تهنأ بسعيك المشين وراء الجواري. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، على الحسن والدلال والخفة والجمال. هذا من تأثير ضعف النظر وقلة البصر. كيف وقد رأتكما عن قرب يا ماكرة؟ أي قرب هذا وهي لا ترى عبد الله بن مالك إلا في حجم الحمل؟ يا شقية، ليس هذا وقته، إنما تزيدكما والله خفة الدم طلاوة وحلاوة. لا حرمنا الله منهما يا أم إسماعيل، أختي الحبيبتين. كيف وأسيد سيدخلني عرينة ويسد علي بطوله الفارغ؟ وأنا سيحبسني عبد الله بن مالك صاحب الشرطة ويقيم علي العسس. هذه هدايا مولاتي أم صالح للعروسين. بسم الله ما شاء الله، هذا هو فصل الخطاب إلينا بجواهر أم صالح، وهذه هديتي لكما يا أعز أختي. خبئيها بسرعة حتى لا يراها الربيع فيسلبنا كل مصوغاتنا. فداه كل شيء يا دبي من أجل أختنا ناهضة. المواكب جاهزة يا سيدتي. المواكب؟ بماذا تنصحين يا أختنا الغالية؟ عليكما بأطيب الطيب الماء، وأحسن الحسن الكحل، وإياكما وكثرة المعاتبة فهي قاطعة للود، وإياكما والغيرة فهي مفتاح الفراق وطريق الشيطان للطلاق، وكونا لزوجيكما أمتين يكونا لكما عبدين، وخذا بالعفو والصفح، فما اجتمع الحب والصد إلا وذهب الحب.
هدايا سيدي يحيى البرمكي. الله ما شاء الله. شكرا لك. بورك في نهر الخيرات والمسرات. أحب الخيرات وأعشق المسرات. يا ملكا دون الورى تخطبه الممالك، ومالكا إذا سرى تحجبه الملائكة. بعض عطاك هل ترى جادت به البرامك. أيأذن لي مولاي بعطية من فيضه الكريم؟ أذن لك يا يحيى بعطية لهذا اللئيم الماكر. أذن لي مولاي أن أنقد أبا دلامة 2000 دينار من مالي يستعين بها على حالي. بورك في مولاي أمير المؤمنين وآل برمك. وماذا تقول في العرس يا أبا دلامة؟ لقد قلت فكفئ، فمن يكافئني فأقول. لا يتكلم إلا بالدرهم والدينار. نعم الدرهم والدينار أقوى من الحديد والنار. ماذا وراءك يا مخلد؟ لقد أثرت ذعري. لقد اجتمع التجار بدارنا يطالبون بأموالهم التي اقترضناها منهم. لن أعطي أحدا منهم درهما إلا بعد بيع حاصل المحصول. ليس هناك طعام يباع، المخازن ملأ به. عندما اجتمع علينا التجار أخذتهم إلى المخازن، فوجدت ماء دجلة قد تسرب من تحت الأرض فبلل الحب وأفسد الطعام. لابد أن أعطي الأموال للتجار، وإلا شكوني للخليفة فأمر بعزلي. ولكن ليس لدينا أموال نردها لهم. دعنا نذهب إليهم قبل أن يأتهم إلينا، هيا بنا. قدر لك ألا تعود سريعا من الري. لن أعود قبل أن أظفر بالخيزران. لقد أشرت بذلك على أمير المؤمنين، لكنه فيما يبدو يفكر في الأمر في أنا، ربما بعد غزوة الصائفة. الصائفة؟ وما علاقة الخيزران بالصائفة؟ لقد أمرني مولاي بإعداد جيش كبير لغزو الروم وتأديبهم لاعتداءاتهم المتكررة على الثغور، وجعلك على رأس هذا الجيش. لا، ربما كانت فرصة سانحة، فلن أخرج قبل أن أفوز بالخيزران. إن صدق حدسي فهي ليست بجارية، إنها لتعلو كل من رأيت حسنا وجمالا وعلما وفراسة. إذا آلت إليك الخلافة وأفاء الله عليك بها فاجعلها في جماع أمرك. أطال الله عمر أمير المؤمنين. ما رأي إمام المدينة مالك بن أنس فيما اقترحنا عليه من حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوطئتها للمسلمين؟ إنه لا يشق علي هذا الأمر يا أمير المؤمنين، وقد عاشت الصحابة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مدونة في صدورهم. اجلس. هذا ما كان، أما وقد انتشر المحدثون به في الأمصار على امتداد البسيطة، فلا أقل من أن يوطأ لهم مرجع يجتمعون عليه فلا يختلفون، فنوئد فتنة المرجفين ومن في قلبه مرض من الفرق المتناحرة.
إنه حدث كبير، لا بد أن يجتمع عليه فريق من علماء الحديث. لا أقبل منك، فلم يبق في الناس أفقه مني ومنك، وقد شغلتني الخلافة، فاجمعه أنت على نحو ما فصلت لك من قبل وصنفت. الأمر لله وحده وهو المستعان. إن عشت إلى قابل نلتقي على مخطوطه بإذن الله في الحج أمام بيت الله الحرام. إن شاء الله يكون. خيزران، خيزران، ما الذي غيرك معي هكذا؟ عشت لحظات سعيدة وأنت معي في البادية. هذا حرم أمير المؤمنين ولا يطأه غيره. ما الأمر؟ لماذا تغضبها يا بني؟ إنها ليست كالأخريات يا أمير. أريدها زوجة ولن أغادر هذا القصر إلا بها. هذا أمر يغضب أمير المؤمنين من أجل رايتا زوجتك وابنة عمك. والله لو لم يوافقني أمير المؤمنين لطلقت له رايتا ولا أبالي. خلبت الجارية عقلك يا أمير، نخشى عليك من الجنون. عباسة كفي لسانك، هي له وأنا ضامنة، لا تأبه لأحد يا ولدي. أم صالح، كيف الحال يا أبا أيوب في ضيعة ولدنا الأمير صالح؟ لقد جلبت لنا عائدا من بشائرها يا مولاي. الله الله الله، فاكتب رقعة تمليكها لابننا الأمير صالح وضعها في بيت المال حفظا لحقه، وآتنا بما أتت به الأرض. إنها في الطريق مع الرسل يا أمير المؤمنين. وما أمر الخوارج يا يحيى في شمال إفريقيا؟ لقد بدت بشائر النصر يا مولاي. أرسل المدد تلو المدد حتى تتم هزيمتهم، فقد روعوا أهل القيروان وشمالي إفريقيا. لقد عاثوا فسادا يا مولاي، وحاصر أبو حاتم الخارجي القيروان حتى أجهدهم الجوع وأكلوا الدواب، وقتل عمر بن حفص في أحد معاركه معهم. وكيف حال يزيد بن حاتم معهم؟ إنه في 60,000 فارس يا مولاي، قد هزمهم ومن معهم من البربر في عدة مواقع، وقتل نحو 30,000، وهو الآن يطارد فلولهم. حانت الضربة الكبرى للمرياني. قرأت ذلك في عينيك، هات لنرى. ليس قبل أن تفي بوعدك لي بالوزارة. وهل عندك ما يعدلها؟ أمن لي دخول الحضرة وسترى. أنا لا مانع عندي، ولكني لا أضمن أن يتغير عليك قلب الخليفة. لو تركت لك الأمر برمته بلغت وعدي؟ نعم، ولن أدخر جهدا. مجلس مبرد الهواء، معطر الرائحة والأنفاس، ولكن ليس بيننا الخيزران تؤنسنا بوجودها. ما رأيت فتاة في حصافتها وصلابتها وعلمها ودرايتها بكل شيء. ماذا رأيت منها يا أمير محمد؟ رأيت فيها ما لم أره في بشر من قبل، كمالا فوق كمال. هبني وهبتها لك، هل تنقطع لها وتبور ولايتك للناس؟ كيف مولاي، وهي المعين والمعين في العمل. أين عودك يا خيزران؟ جئتك على عجل يا أمير المؤمنين، هل تشكو من سوء؟ لا عليك يا فتاة،
لقد أرسلت في طلب الحكيم. أرى أخلاطا يقشعر لها بدنك. سأعود بعد قليل يا أمير المؤمنين. هذه الفتاة تثري حياة أي رجل وتعينه على أمره. أرأيت إن أهديتها إلى ابننا محمد فتسند ظهره بها؟ الخيزران تغالبني على أمري، فما بالك بابنك؟ إن تغالبه هي زوجته فهو خير له وأصلح، فحكمها لا يخيب. تفضل يا مولاي. بالشفاء. بورك فيك يا ابنتي. اجلسي يا خيزران، اجلسي. دواؤك ناجع يا خيزران، مزيج مختلط، فما هو؟ مزيج من عسل جبلي أسود وسفرجل ونباتات من أعشاب الجبل. صفيه لطبيبنا ليجعله في صيدلية القصر. انتظري انتظري يا خيزران. يلزم مولاي راحة تامة. اسمعي وعي ما أقول. سأعود في الصباح يا مولاي. تعلمين يا خيزران أننا لا نقبل من الجواري إلا مجهولات النسب. نعم. حتى نتفادى ما يحدث من مشاكل لا حصر لها في قصور الخلافة. نعم. وقد عاينت منك ما لا يحدث من جارية، لذلك سأسألك أن تعرفيني بابننا الأمير محمد. مقدام غير هياب ولا وقع في التهلكة. وكان هكذا معك؟ فيما عدا ذلك فهو طيب المعشر، حسن المآل والخصال. فلو كنت له سددت نواقصه؟ أنا لا أروم غير العيش في كنف أمير المؤمنين. الناس تخاف من محاسبتي لهم، ألا تخافين مني؟ يا أمير المؤمنين، قرأت أن سلطانا نزل متنكرا على امرأة لها بقرة فحلبت له حليبا كثيرا، فسألها السلطان كم يلزمك يا امرأة في السنة لهذه البقرة؟ فقالت درهم واحد. فقال وأين ترتع وهل تنتفعين منها؟ قالت ترتع في أرض السلطان ومنها قوتي وقوت عيالي. فقال في نفسه لابد من أخذ إتاوة على هذه البقرة. فأدركت المرأة ما به فقالت ولكن سلطاننا يجور. قال كيف؟ قالت لأن حليب البقرة انقطع، فجور السلطان مقتد لقحط الزمان. أنا لا أخاف إلا الله يا مولاي. صدقت يا خيزر، صدقت. اجمعي أمرك لترحلي في الصباح مع الأمير محمد. ويحك يا قلبي ما أغفلك، تعشق من يعشق أن يقتلك، وأنت يا طرفي أوقعتني. ويحك يا طرفي مالي ولك، حتى توصلت إلى قتلي فلا كنت ولا كان الذي أرسل. أنا من أرسلته يا خيزران. أهكذا؟ أهكذا تقتحم علينا خلوتنا؟ ظننت أن هذا سيسعدك. هذا قول لا يليق بأمير. وما هو الذي يليق؟ أن تترك هذا المكان وترحل فورا. إلى أين؟
إلى مجلس الخلافة، فلا تتخلف عن رأي قيل فيه أو قضية أثيرت بينهم، وارصد عن أمير المؤمنين كل حركاته وسكناته. أنا لم أعتد ذلك لكثرة وجودي بالري. منذ الآن سيكون لك تواجد دائم في المجلس ما دمت في بغداد، فتكون ملء أسماع الناس وأبصارهم. ما حال تجارتك يا أبا أيوب؟ بخير والحمد لله يا مولاي. هل بعت منها شيئا أم ما زالت في مخازنها؟ بعت بعض التمر والقمح. وما بقي يا أبا أيوب؟ ننتظر حتى ترتفع أثمانها في الأسواق. أم تنتظر حتى ينحسر ماء دجلة عنك؟ أرى في الأمر وشاية بي يا مولاي. ألم تجمع الطعام تالفا وأمسكت به الشرطة وطلبت مهلة لسداد دين كان عليك لبيت المال؟ كان ذلك قبل أن أشتري الطعام. وهل بعت جزءا منه؟ أجل يا مولاي. فبكم يكون؟ ب10,000 درهم فقط. ردها حالا لبيت المال مما عليك. لقد تصرفت في جزء يسير من المال. فكم بقي منه؟ أياذن لي مولاي أن أحتمل 10,000 درهم وكل ما عليه لبيت المال. هذا كثير عليك يا أبا الفضل. لا عليك يا أخي، فليأذن لنا مولاي فأحتملها عنك، فهي من أموال المسلمين. أرجو عفو مولاي. لقد أضعت نفسك عند الله بكذبك علي يا أهوزي. هل سددت عائد ضيعة ابننا الأمير صالح وأودعته حساب؟ أجل يا مولاي أجل. وما خبر ضيعة ولدنا الأمير صالح؟ نمت وطاب زرعها. وماذا تبقى حتى نزورها؟ قصر صغير للأمير في طور الإنشاء. ومتى يكتمل؟ 4 شهور. إذن أعد العدة لنصحب الأمير ونرى الضيعة ونطمئن عليها وعلي. الجواري تأتي إلى قصر الخلافة من كل مكان، أتراك وأروام وكوزاق. وبلاد العرب نادرا. فما بالك بفتاة يتحدث عنها الركبان؟ سمعتهم يتكلمون عنها في القافلة. لا بد أنهم يقصدون الخيزران. الخيزران؟ يا سيدي الوزير، يا سيدي، إن لم يخب ظني فضيقك يتعلق بمخزون الطعام التالف. أجل يا سيدي، أجل بمخزون الطعام التالف وضيعة الأمير صالح بالأهواز. ليس هناك ضيعة ولا مزرعة، ولكن مياه دجلة أتلفت الطعام كله. إذن فماذا لو قام أمير المؤمنين بزيارة الضيعة فوجدها أرضا خلاء لا زرع فيها ولا درع؟ لو أعطيتني فسحة من الوقت لدبرنا الأمر على نحو يرضي أمير المؤمنين. كيف وأمير المؤمنين يطلب سرعة الزيارة وأنا أمهلته قليلا حتى نتمكن من بناء قصر على حافة المزرعة؟ وكم تكون هذه المهلة؟ الشهر أو أكثر قليلا. سنجد لها مخرجا. كيف وأمير المؤمنين يريد أن يراها رؤيا العين؟ نعم، كيف يتم هذا في هذا الوقت القصير من الزمن؟ الأمر في غاية البساطة، نضرب حول الأرض الخلاء سورا عاليا فلا يعلم ما دونها، وأكرم وفادتها خارجها في بناء مريح وطعام شهي. وإن شاء أن يدخلها؟ نغمرها بالماء فلا يتمكن من ارتيادها، ونغرس الأشجار على سورها وزروعا جاهزة على مدى البصر. هذه فكرة صائبة تفي بالزيارة حتى تنتهي. لا 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 لا، هذه مغامرة محفوفة بالمخاطر. إنه المنصور. أجل يا سيدي، إنه المنصور. ليس أمامنا حل آخر. افعلوا ما يحلو لكم. هذا الرجل الواقف مع البستاني كان يحوم حول القصر طول اليوم. من هذا الرجل
وكيف دخل حديقة القصر؟